أعزائي المشاهدين، من خلال الملاعب اليوم ومن خلال شبكة تلفزيون الحياة وعلى الهواء مباشرة، وأول تصريح للمدير الفني لنادي الزمالك بعد الفوز ببطولة بعد غياب 5 سنوات يمكن حصريا، وعايز أقول انفراد، لأن كابتن حلمي طولان من المديرين الفنيين المحترمين، فلما ناخد منه تصريح بعد الفوز ببطولة أنا بعتبره انفراد. كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي الزمالك، مبروك 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 الفوز ببطولة غالية، دمك النهاردة كان محروق، حتى والنتيجة 3-0 كنت واقف على أعصابك وكنت عمال تزعق وكنت داخل في مود المباراة، وكنت لحد آخر لحظة مش عايز تفرح إلا بعد صفارة النهاية اللي أطلقها الكابتن محمد فاروق. أنا بشكر حضرتك على المباركة وبقدم كل التحية وبهدي هذا الفوز وهذا الكأس وهذه البطولة لجماهير النادي اللي جات ورانا من القاهرة واللاعبتي وللجهاز الفني، وبهدي الفوز ده برضو لشركاء النجاح، مش احنا بس، لا ضروري برضو نقول ان شركاء النجاح المجلس السابق برئاسة الأستاذ ممدوح عباس، شركاء النجاح المجلس الحالي برئاسة الدكتور كمال درويش، شركاء النجاح زملائي المدربين الكبار بتوع نادي الزمالك، كابتن حمد أمام، كابتن أبو رجيلة، كابتن أحمد مصطفى، كابتن حسنين، كابتن محمود سعد وقطار الناشئين بالكامل، كابتن عادل المأمور، كابتن حسن شحاتة، ضروري أذكر الأسماء كلها، كابتن إسماعيل يوسف، كابتن أشرف قاسم، كابتن طارق يحيى، لأن الناس دي الحقيقة كانوا دائم السؤال علينا، دائم المساندة للفريق كعادتهم دائما، والحقيقة يعني أنا بشكرهم، وإن الكل شاركوا في هذا الإنجاز وفي هذه البطولة، لا الجهاز الفني لوحده ولا اللعيبة لوحدها، لا كل دول شاركوا وأصحاب نصيب كبير في هذا الإنجاز. أيضا مش عايز أنسى عمرو الجنايني، لأن كان ليه دور مهم جدا معايا في الصفقات اللي احنا ضمناها لفريق نادي الزمالك في المرحلة السابقة، مش عايز أنسى حد، لأن الكل شارك وكل ساهم وكل من حقه إن عليا إن أنا أهدي هذا الفوز. كابتن حلمي، يمكن مديرين فنيين كتير جم نادي الزمالك، ولكن بعد 5 سنين عجاف لنادي الزمالك وجماهيره بيحصل على بطولة، ماذا يدور في ذهن المدير الفني لنادي الزمالك في الوقت دوت؟ وانا عارف ان في حاجات كتير بتدور في دماغك، وان في رغم الفوز ببطولة ان في حاجات كتير المفروض تحصل الفترة الجاية عشان الكابتن حلمي طولان يبقى متواجد في نادي الزمالك. وانا ماليش شروط عشان ابقى متواجد في نادي الزمالك، لكن انا مش هقدر اقول لك انا ايه اللي في دماغي، لاني انا مضغوط جامد جدا، يعني نفسيا يعني مش متزن الى حد كبير، برضو بدنيا برضو مرهق جدا، فمش هقدر اتكلم اي حاجه وانا في هذه الحاله، على اساس يعني يبقى اما ذهني يصفو ما تحسبش عليك حاجه، لا مش عشان ما تحسبش، ويستريح البدن ويستريح العقل واخد فترتي كده من الراحه. ده معناه ان انت مضغوط عصبيا جدا؟ انا مضغوط جدا، وفي الاول وفي الاخر انا بحيي لعبتي الرجاله اللي انا بشرف بتدريبهم، واللي انا سعيد بالتعامل معاهم كلهم من صغرهم لكبرهم، لان دول ولاد مخلصين ورجاله بيستحملوا كتير، بيشتغلوا وما بيقولوش لا، بيتمرنوا وبيتعبوا وبيدخلوا معسكرات وبيقدموا مباريات رائعه، وبالرغم من ان يعني ما بيحصلوش على مستحقاتهم بشكل مستمر وبشكل اساسي منذ فترة، يعني أنا بحييهم لأنهم رجالة، وأنا يعني شرفت وسعيد بالتعامل معهم، وسعيد إن في نادي الزمالك هذه الكوكبة وهذه المجموعة من اللاعبين المحترمين اللي أي نادي يشرف بيهم وأي نادي ضروري يحطهم في عينيه،
وضروري نحافظ على الولاد دول بكل الطرق وبكل السبل، وضروري نحطهم في عينينا لأن دول شرفونا وأدوا الكاس بشكل محترم وأدوا بطولة أفريقيا بالرغم من النقص العددي والنقص البدني عندهم في الفترة ديت، لكن أدوا بشرف وأدوا برجولة، والحمد لله أنا بشكرهم شكر جزيل الحقيقة. كابتن حلمي طولان المدير الفني نادي الزمالك، ومن داخل غرفة الكابتن حلمي طولان في معسكر نادي الزمالك بالجونة وبعد حصوله على كأس مصر، يمكن كنت بكلم مع أحمد حسن من دقايق وقال لي رغم أن كان فيه يعني أنا كنت متضايق، لكن بكن كل احترام وتقدير وحب للكابتن حلمي طولان، والعلاقة اللي بيننا مش علاقة من النهاردة بقالها كتير جدا. إذا كابتن حلمي، هل بتلاقي صعوبة في التعامل مع نجوم نادي الزمالك شيكابالا وعبد الواحد وأحمد حسن واللعيبة الكبار في نادي الزمالك؟ اطلاقا مفيش اي صعوبة، يعني طالما ان في عدل، طالما ان في كل واحد بياخد حقه، واللي بيجتهد بيلاقي نفسه موجود، اللي بيكسل بيلاقي نفسه مش موجود، وفي عدالة في التعامل وفي اسلوب واحد في التعامل، اعتقد ان الكل بيبقى مرضي والكل بيبقى راضي. وانا في مبادئ انا حطيتها في حياتي بالنسبة لتعاملي مع لعبتي، أنا لا أظلم ولا أجامل، لا يمكن حظلم ولا يمكن حجامل، لا على حساب فرقتي ولا على حساب النادي اللي أنا بنتمي ليه أو اللي أنا بضرب فيه. فده مبدأ مهم جدا، وكل اللعيبة عارفة الكلام ده هوت. كان مهم جدا إن كل اللعيبة الكبار يبقوا موجودين النهاردة، بالنسبة لي مهم قوي عشان يرفعوا الكاس، لانهم شركاء وكل لعيبه شركاء. واحمد علاقتي بيه مش بس من وانا في الزمالك، لا قبل كده بكتير احمد علاقتي بيه علاقه كويسه، لكن يمكن في بعض الاشياء اللي ما كانتش بتعجبني، ما كانتش بتريحني، ما كانتش بتبقى بصاني، لكن في مبدا تاني انا واخده على نفسي، ان انا اللعيب بتاعي احطه في عينيا بره على صفحات الجرايد، ما فيش كلام على لعيب في التلفزيون، ما فيش اي كلمه غلط تتقال في حق لعيب عندي مهما كان الجرم اللي بيرتكبه ومهما كان الخطا اللي بيرتكبه. ده مبدا عندي انا، اللعيب بتاعي على صفحات الجرايد احسن لعيب في العالم، لكن بينه وبينه يبقى في داخل الغرف المغلقه احنا بنتفاهم مع بعض ونعمل مع بعض اللي احنا عايزينه. كابتن حلمي بقول لك مبروك، ويمكن الساعة 7 وده الميعاد النزول عشان تحتفل مع لعيبتك بكأس مصر، وهي أكيد دي حاجة بسيطة بتهدوها لجمهور نادي الزمالك اللي صبر عليكم كتير واستحملكم كتير وطلع عينه كتير. الحقيقة جمهور يعني أنا يعني في قمة سعادتي عشان هو راجع النهاردة مبسوط من الغردقة، وده كان في محاضرتي بالنسبة للعيبة، أنا مش عايز حد من الجمهور يرجع زعلان، مش عايزين جمهورنا يرجع مكسور الخاطر، مش عايزين جمهورنا يرجع حزين، وده في إيديكوا أنتوا، والحمد لله كانوا رجالة، أسعدوا جمهورهم وأسعدونا، أسعدوا نادي الزمالك كله وكل منتسب لنادي الزمالك، أعتقد إنه كان سعيد النهارده بالأداء وبالنتيجة. شكرا يا كابتن والف مبروك، ويعني مع لعيبتك ويومك النهارده، ومن حقك ان انت تنسى كل حاجه يا كابتن وتفرح النهارده ولكل حدث حديث. الحمد لله. ربنا يكرمك. اتفضل. اعزائي المشاهدين، هنطير سريعا الى احتفاليه نادي الزمالك، يمكن في المطعم اللي بيكون فيه نادي الزمالك في معسكره في الجونه بعد فوزه. ده كان لقاء خاص مع الكابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي الزمالك. عوده ليك كابتن سيف الى الاستوديو، ونتواصل بعد دقائق ان شاء الله.